غواص بحريني قرر أن يجرب حظه في منطقة غوص جديدة، فإذا به يحظى بلؤلؤة كبيرة ومميزة تم بيعها 7500 دينار بحريني. ويذكر أن اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد وجهت لترخيص صيد واستخراج اللؤلؤ ضمن مشروع إعادة صناعة اللؤلؤ في البحرين. عادة نروح مكان معين، هير من الهيرات الشمالية، ونغوص غوصتين ثلاث أو أربع غوصات. فذاك اليوم قلنا بنغوص ثلاث غوصات، الرابع بنروح ندور أراضي جديدة علينا أو مكان عارفنا فيه سامعين فيه، بس لما نشيك هل في محاولة. لقيت شيء بسيط والحمد لله فلكتهم بسرعة، أساسا كمية بسيطة قلت بخلصها بسرعة والله باركني فيها. سويت أول شيء أسوين أخليها عندي جميلة طالحة، بس أبي أطالعها من جمالها. ثاني شيء بعدين فريتها في السوق على أساس إن أحاول أبيعها. كل ما وديتها مختبر الدانات في البحرين طبعاً يسوون لها فحص هناك ويعطونك شهادة عليها إنها طبيعية 100%. البحر الحمد لله خير موجود فيه، بس إحنا نبي الناس شوي توعى أكثر حق تهتم في البحر، بس لا فرق، نبي اهتمام في البحر. البحر بحرنا فيه خير، والله نتمنى يكون عندنا في البحرين مكان يسوي لنا مزاد. وبعدين على فكرة ترى اللؤلؤ البحريني أجود أنواع اللؤلؤ في العالم، يعني أجود من أي دولة في العالم، من سريلانكا ومن الفلبين أو من اليابان. البحريني جودته غير.